لعمى بعيونك لعمى، لك شو اعمى ما بشوف انت؟ لك انا اللي اعمى ولا انتو؟ علي ما علي الولاد طف الله ودعاوي ام النور والكوليات اللي مغيرهم لي يومين، لك انتو صرتوا بخبر كان هلا انت وياه. ما عداك ما عداك يا كبيرنا ويا تاج راسنا، وحياتك يا سيدي لو على قطع هالرقبه ما بخليك تنخدش خدشي. مأمن فيكم الكبير، مأمن انه وراه مرافقه وراه رجال يديروا بالهم عليه. لك انتو مرافقه انتو، لك انا ما بقبلكم تغسلوا لي سيارتي. لك بلا بقاحه ولك عارف شو عم تحكي ومع مين عم تحكي؟ ولك انا اللي بعرف مع مين عم بحكي. ان شاء الله مفكر حالك انت المسؤول وسيادته هو المرافق تبعك. لك انت طلعت نزلت بتضلك شقفه مرافق ومحطوط هون لحتى تحمي سيادته وتدير بالك على معالي. لك الله يطولنا بعمرك يا سيدي. علي ما علي، علي ما علي، لا سمح الله لا قدر الله لو انه صاير لك شيء، كش برا وبعيد كش برا وبعيد، لحتى ما سامح حالي ليوم الدين. علي ما علي، لاشنق حالي بساحه المرجي. لا قدر الله ولا سمح الله، لا حول ولا قوه الا بالله يا سيدنا. بس بتعرف يعني انت لو بيصير لك شيء لا سمح الله، لك هالمواطنين هدول المعترين الدراويش، لك شو بده يصير فيهم يا سيدي؟ لك شو بده يصير فيهم؟ لك والله ليتشردوا بالشوارع ويموتوا من الجوع. بعد هيك سيدي بيني وبينك يعني انا هالمرافقه هدول ما حبيت لك اياهم. في عندي خمس شباب بياكل كل واحد منهم 10، هدول خرجكم من ترتيبك، هدول اللي معك خربوا ما حبيته. بيني وبينك طب سيدي انت شو اسمك يا ابني؟ محسوبك ابجانتي ملك اللانسر عالي واطي زمر على الكوع، بس يعني هذا الكوع سيدي والله نسيت زمر عليه. وليش هيك مسرع يا ابو جانتي؟ ما في شيء سيدي، بس معي زبون هيك ابضاي مرتب اسمه ابشير جوليكو هو بالسياره وعنده موعد وما حبيت اخروفه كويته شوي زياده وصار اللي صار سيدي. بعدين يعني الغلط مو بس مني سيدي، لا تاخذني مرافقتك لازم كانوا يمشوا قدامك مو وراك، خاصه انت طالع من حاره على شارع. وفكر فيها وشو ما بدك انا حاضر سيدي. هو ابشيرجو مو كتير قبضاه يعني اذنك لحظه واحده بس سيدي. ابشيرجو تعال هون. وين رايح؟ ايدك على الاجره امام على السرير. 150 ورقه تفضل. 150 يسلم مدرمي. لا تاخذني سيدي، بس يعني الحق حق ولا مو هيك سيدي؟ مزبوط. اطلع معي لشوف، اطلع معي فتحي ركاب التاكسي والحقنا. والله كان بيشرفني سيدي، بس بدها تزعل مني. منو هاي؟ اللانسر سيدي. اللانسر بتزعل ليش؟ ايه والله بتزعل لانه ما لها متعوده حدا يطلع غيري بظهرها، فمشان هيك بتصير تحرن وتقطش وتخطف هيك على اليمين. بعدين عدم مؤاخذه سيدي، يعني بدون شيء مرافقتك فايتين بالحيط، اعذرني على صراحتي يعني، بس والله انا بتمني سلامتك. قلت لك اطلع. حاضر سيدي حاضر، يعني ما بخالف اوامرك، بس يعني بطلع بس مو راكب. شوفور. اها بدك تسوق فيني؟ وبركي خطفتني؟ لك انا بدي اخطفك يا سيدي، لك انت اللي خاطف الخمير والفطير من من قلبي، معقولي انا بدي اخطفك؟ بعدين وين بدي احطك سيدي؟ يعني انا بيتنا يا دوب وسع عني انا وام النور وعواطف امي واختي يعني. نزل على التاكسي. بس يا سيدي فتحي عم بحكي عربي، شو بك؟ لك سيدك عم بيقول لك اطلع بالتاكسي، لك بتقول له فتحي عمرك سيدي ودي على مالك على اللانسر. البني ادم لما ينزل من السياره بيرفع فريم الايد، الحمار لما بتنزل عنه بتربطه. مو شبح يا شبح. فعلا هيك اريح لك يا ميت اهلين وسهلين والله بالمعلم. هلا نوري يعني انا سيدي ما بعرف ليش سيادتكم هيك بتحبوا تقعدوا ورا، وانا حسيت حالي اني داير لك ظهري عدم مؤاخذه فانحرجت كثير. هلا هيك انت قاعد مقابلي والقمر ابني قاعد مقابله سيدي ولا مو هيك؟ لك دخيل الحكيات الحلوين دخيلهم. الله يسلمك يا معلم الله يخليك. لوين باذن الله؟ على دمر. دارك معمه طبعا مزه. الله يصيبك بحزه ولا لزه وينولك دوم العزه. طب اذا الناس صبوره؟ ان شاء الله اللي بيعاديك ينام بعين مقهوره ويجعلك بعيون الناس زينه المعموره. لك على راسي طبق ورد. طب على عيني سلت عنب زيني. طيب بتحشي شيء انت؟ لا حد الله بيني وبينه والله بعمري ما حطيتها بدمي، بس يعني سيدي البال فاضي والعيش راضي وما حدا اخذ معه شيء. اي والله نيالك والله نيالك على هالشبح يا معلم مدللي. بتعرف سيدي هي اذا بنقلبها عمومي بناكل السوق كله، انت بس انوي وصفي النية وترك الباقي يعني. عمومي.
بتعطي المفاتيح للحراس وانت بتصرف كل واحد على بيته، مفهوم؟ بس معلم لازم ما شو قصتك مع البس انت؟ هي لسه بتقلي بس، وكل ما قال لك شيء معلمك بتقول له بس، شو مالك حافظ غيره؟ اهلك ما علموك كيف تحكي مع اسياده؟ انت بتنفذ اوامر معلمك وبس، لك والله ما تكون عندي مرافقه لحتى احطك ابساط الريح وارفعك الصبح فلقه وبالليل فلقه، يلا نصرفوا، لحظه شوي، الى الوراء، دور من الصف انصرف. عجبتك جايبه؟ أنا هاي انصرف للوراء والفلقة كنت نسيانهم. أنا بذكرك فيه وشغلوني معكم. شو؟ بدي أخذك مشوار بسر قلبك وخاطرك. وين؟ وين؟ ما راح أقول لك، ما راح أقول لك، ما راح أقول لك. خلص خليها سسبين. يلا. اطلع شري. شو تيجي ما عم تاكل؟ الله يرضى عليك بجانب. بس 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 بس. هاي كرمالك ها؟ سيدي والله ما أكلت. لسا في شي 25 كيلو متر من هدول ما دقرناهم. والله يا تزدق يا جد لك أوجدت إن شاء الله أهلين بزيدي والله أعطينا واحدة أباوي أهلا وسهلا قطي صوتك أنت بقى صرعنا هذا زيدي ها؟ ودى أبو جان ترد ودى ما شو النغم الحلو شو رد سيدي أنا رد؟ تيرد حبيبي رد بركي حدا لا 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 هذا رفيق حسام رفيقك رفيقك يعني هو لك رد خلصني طيب سيدي أمرك أي واحد سيدي والله اتلبكت ليكو ليكو ها ما شاء الله هات لنشوف هذا سيدي مو الو اهلين مين ابو طارق لا انا اللي استلمت محله ايه له على البيت تلاقيه بالبيت لك شو لعملته؟ عم جرب لك يا هذا انه هو رفيقك رفيقك على الحق ولا مرافقك لمصلحه؟ لو شو عم تحكي لك هذا رفيق عمري؟ لك شو مصلحه ما مصلحه؟ هذا بشو؟ دق له شو بيرد عليك ولا لا؟ طبعا برد علي المهم الرقم بكون بيعرفه وين اباوي؟ لقيت لي صوت لك وراها هذا اباوي لك شو هذا؟ والله شغله ما عم يرد معه لك اكيد بكون مشغول في الشغله هذا لك بشو مشغول لك يا سيدي لسه هلا ما في من اقل من دقيقه لقيت له انت لك ما قلت لك مرافقك مصلحه ما في ذنب ارجنتي؟ تعال يا ابني تعال لا والله خلينا نحاسب ونمشي الله يرضى عليك لا خلص ما بتدفع خلص عندي الموضوع شرف سيدي شرف شرف عندي سيدي بلا ما تحرج حالك لك شو ما احرش حالي ابو جانتي لك شو ما احرش حالي لك هاي سيارته انا بدق له وما برد علي انا كرمال الله روي تعال هنا امرك سيدي شو وين معلمك والله طلع لي معلم سيدي وين طلع ما هاي سيارته جو الشباب اخذوه سيدي شباب ها نعم سيدي ليك ولا قل له لمعلمك اجى المعلم ابو طارق وقف على الباب والمعلم ابو طارق ما طار ولا بيطير واذا طار بيعلي وبيعلي كتير كمان وقل له شكرا على هالاستقبال وحسنه وشكرا على الصداقه والزماله بيناتكم وقل له كمان انه رح يجي يوم ويوقف معلمك نفس وقفه اللي وقفها معلمي على الباب يلا نقلع على شو بتعرف سيدي لا والله ولا انا بس في كلمتين جا على بالي اقول لك يا قال جلوري وباور موهوم ومداري ويور فريندز نط اصلي معك وانت مداري If you fly من على هالكرسي without مصاري They sell you and let you للعذاب يا باي اطلع ابو جان اطلع شرف سيدي شرف روي سيدنا روي هلا ما بتشوفه غير اتصل لحاله لك انا اللي مضايقني اني بحياتي ما عملت معه فصل بارد لك طول عمري بخدمه وبمشي له مصالحه، لك شو قصته هالحيوان؟ شو قصته؟ ليك تليفونك عم يرن يمكن فيها. الو؟ اهلا ابو طارق هيك حال؟ بتقول سيادته، بتقول معالي مين حضرتك؟ عنده اجتماع هلا ما بيقدر يحكي مع حدا. طار ولك ابو طارق ما بيطير بس طير كم دبور من حواليك. الله مع دواليبا. شلوني معاه؟ لك ما معقول انت لك فشيت لي قلبي يا رجل بده اياها بيستاهلها اي والله انت جاهز هلا معي زسبنس يعني يا عيني عليك
سسبنس. شو يا معلم خلصنا؟ شو صاير؟ ما عم نفهم شيء. لك شو في؟ ما بعرف يا سيدي، ابصر يا صاير له شيء مشكله يا اما ما بعرف. معقول شوارعنا في مشاكل؟ عنا؟ عم تمزح سيدي عم تمزح، يعني انتو سيدي العارفين معقولة ما في مشاكل؟ والله ما عم بمزح. ماذا يوجد؟ اكسيدان؟ حادث، حادث، كراش، شو هذا؟ لك وبعدين؟ انزل هلأ إلا أنا. طول بالك سيدي، والله انت ما بتعصب ولا بتنزل، خلاص بتكركب وإذا نزلت انت أصلا. شوفنا شو في؟ أنا بنزل شو في؟ نعم على هاليوم. بعدين شو هاد؟ طولي بالك طولي بالك يا آنسة طولي بالك. شو طالع بعيدي؟ نحن أبدون. الله يعطيك العاصفة. الله يعطيك. لك شو لصة بجانتي؟ شو لصة؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا سيدي. لك قول. لأنه المحروس ابنك هو اللي عامل مشكلة. طارق ابني طارق؟ لا طول بالك سيدي، مش الحال انحلت، بس عم يبعدوا السيارة اللي مكسرة. كمان كسرت سيارة؟ كبسيطة سيدي، شو يعني لك يعيش ويكسر وانت فوق راسه؟ لك لا إله إلا الله، لك المفروض هاد بيكون بالمعهد، لك السنة عنده بكالوريا. لك ايه بكالوريا شو يعني بياخدها؟ لك من تم السبع بياخدها. هلا هي أنا أبي مانو مسؤول، والله وكيلك وكنت صايع أكتر منه وليكني أخدتها. للبكالوريا؟ لا شهادة السواقة. لك يا عرق عريضة. يلا بتاع السيف خلصنا. شرف سيدي شرف. يلا ها. شرف سيدي شرف. وهي أحلى صبارة لأحلى عيون سيدي. صبارة يا عين عليك يا أبو جانتي. ليك الخضرة أطيب من الحمرة لسه سيدي. مثل العسل. قدي صلي ما أكلت صبارة. قديش تيجي؟ زمان كتير. تعرف أبو جانتي؟ بيام الإعدادي والسنة كنت كتير حب الصبارة. كنا نطلع ندرس بالبرية ونلقط صبارة وناكل. هلا صرنا نتسلب الكافيار والصمون. الله يبعدون عني يا سيدي هدول. دخيلك ما ألزك. تعرف أبو جانتي؟ إنه الأكل بيأثر على نفسية البني آدم بطريقة تفكيره. البني آدم سيدي. انت مبسوط بحياتك ابو جانتي؟ خيرات الله سيدي. وضعك المادي منيح؟ ممتاز. التاكسي الك؟ لا مو لي سيدي، بشتغل عليها. اها وكيف عايش لك؟ راحت البال سيدي، سمعان فيها. تعرف يا ابو جانتي زمان ما حسيت فيها. ما في شيء احسن بالعالم من انك تحط راسك على المخده وبالك مرتاح. أنا الحمد لله عندي أم ما في منها، وعندي أخت صغيرة بتنحط على الجرح بيطيب، وحواليه كم رفيق هيك كل واحد منهم دمعة أكثر من الثاني، ومعلمي تاج راسي أبو الملوك طبعا صاحب السيارة، وعايش ومرتاح ومبسوط ومن أحلى ما يكون. بتعرفي أبو جانتي، نحن كنا ست أخوة، ننام بغرفة واحدة، مصفوفين جنب بعض مثل اليبرق، يسلموا ديك. أهلين. بينما هلا مثل ما لك شايف فاضل حيوان طارق، عنده موكب لحاله، أم طارق فطور بالديديمان، غدا بالشيراتون. ما بعرف شو بدي اقول لك. اسال على ايام الزعتر والشنجليش. سيدي معلش اسالك سؤال. اسال ابو جانتي اسال. بس ما بتزعل مني وبتعصب علي؟ يعني اذا خيروك بين انك انت ترضي الناس ذا بيبول يعني ولا ترضي اللي اعلى منك، شو بتنقي؟ شو بك ابو جانتي؟ اكيد برضي اللي اعلى مني مشان يخلوني بمحلي. والله فكر فيها منيح ودوزنا براسك. لك يا سيدي إذا بترضي الناس بيرضى عليك اللي أعلم منه. مين قصدك لك أبو جانتي؟ ربك سيدي. فكر فيها. واو. لك كل الضحك اللي ضحكناه اليوم وبعدنا عم بضحك. لك اضحك سيدي اضحك. الضحك بهالعمر مثل زيت الفرن، اذا نقص بيزحطوا الكوليات، بس يزحطوا الكوليات بنضرب صحن الدبريات، اذا ضرب صحن الدبريات بدك تعبي يا بشي حيط يا بشي عمود كهرباء. واو مو معقول. لك يا ابو جانتي
أنا اليوم عطلت الخوط، مستحيل أخذ منك ولا ليرة. أبو جانتي لا تحاول تمارس سطوتك وهيبتك علي، أنا هي الحركات كاشفة. ليك الأمورة ما أحلاها، شوف سبحان الذي خلقه. لك أبو جانتي ما بعرفك نسفنجي. وينها؟ الأمورة؟ إيه؟ لك ليك هي هي الأمورة، يا أحلى أمورة بالدنيا. الله يخليكم لبعض. يا إلهي شو حبيتك يا أبو جانتي. والله القلب على القلب يا سيدي. حبيب قلبي هذا كرتي، إمتى ما حبيت بأي وقت اتصل فيني. إيه على عيني وراسي، يعني مخالفات سير ما مخالفات سير بتزبط لنا إياها. حاكم الرادار هلكنا يا سيدي. الله معك سيدي، مع السلامة. الله معك، الله معك. إيه والله اشتقت لك أنا، سامحيني على هالغليظ اللي خليته يطلع فيك اليوم. غليظ ما أنا ما حبيته. العمى وين المفتاح؟ إيه عند الحرس. يا ويلي على هالنهار، بس كأنه لسه ما استفتحنا غير من أبشير جوا الأبضاي. ما مشكلة، بس معرفته لهالسيدي مكسب. فداك